فور بادي بيلدر، سنوات خبرته في الجيم خلته من احسن وانجح الكوتشز الموجودين في مصر، غير انه محبوب وطريقته بتوصل للشباب. رحبوا معايا بذا كوتش رامي عادل. منورنا والله، منورنا. ميرسي جدا. احب اشكر في المقام الاول جامعه ام اس اي والقائمين عليها انها اتاحت لي الفرصه ان انا ابقى في الجامع الجميل ده في اليوم الجميل ده، وبشكر حضرتك وبشكر كل المنظمين واداره الجامعه، واشكر عم سيد اللي دخلني من البوابه، يعني اشكر كل الناس كلها يعني. طيب احنا عندنا بقى اسئله كتير جدا. ماشي اوكي. لو عايز اضخم ومش عايز ازود دهون اكل اي حاجه ولا اعمل ايه؟ يعني سؤال كده. ماشي شرح السؤال او السؤال معناه ان في ناس كتير بتبقى عايزة تاكل ومش عايزة الاكل ده يتراكم عليها دهون. اول حاجة لازم تحسب سعراتك الحرارية اللي انت مدخلها. اولا انت لازم تمنع اي جنك فود او اي فاست فود او اي اكل فيه دهون غير صحية. مشكلتنا مش مع الدهون، لان الدهون مكون اساسي في الهرم الغذائي، ولكن مشكلتنا احنا بندخل دهون نوعها ايه؟ بندخل دهون طبيعية ولا دهون مهدرجة صناعية؟ تمام؟ أول حاجة. تاني حاجة، بنحاول بقدر الإمكان إن احنا ننظف أكلنا أو ناكل كل الأكل اللي جسمنا محتاجينه من غير ما ناكل أكل جسمنا ما يحتاجهوش. فتمنع السكريات وتمنع الحلويات وتمنع المقليات وتمنع أي دهون تكون ضارة، وتمنع السناكس الضاره او اللي مش هتديك اي قيمه غذائيه، تاكل من 3-4 وجبات في اليوم. تمام. وتلعب رياضه على الاقل 4 ايام في الاسبوع. بروتين نباتي ممكن نعتمد عليه كبروتين اساسي في بناء العضلات؟ طيب، نظرا للظروف اللي الدنيا فيها، وبقى دلوقتي البروتين الحيواني رفاهيه عند ناس كتير، فبدات الناس انها تدخل البروتين النباتي في نظامها الغذائي. هل البروتين النباتي تقدر تستخدمه او تقدر تستبدله بالبروتين الحيواني؟ اكيد لا خالص. ولكن بتعمل ايه؟ ممكن تعمل ميكس ما بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني، لان البروتين النباتي بيفتقد لاهم احماض امينيه، في احماض امينيه كتير بس بيفتقد لاهم الاحماض الامينيه اللي جسمك بيحتاجها عشان يبني العضلات. مش هنقول ان هو ملوش لازمه، لا هو ليه لازمه، بس لازم يكون معاه بروتين حيواني. ما قدرتش ادخل بروتين حيواني، فما انت كده مالكش حريه الاختيار، دخل بروتين نباتي وبرضه هتزيد عضلات. طيب، اهميه مكمل الكارب. بصوا، دايما الكارب مكمل مش مهم قوي زي الكرياتين والواي بروتين والمالتي فيتامين. ليه؟ لان البدايل بتاعته رخيصه. يعني الكارب فين؟ الكارب في الرز، الكرب في المكرونة، الكرب في العيش، الكرب في البطاطس والبطاطا، الكرب في الشوفان. فلو انت مش بتقدر تاكل مش مشكلة، ممكن تستبدل وجبة او اتنين بمكمل الكرب. اما لو انت تقدر تاكل وفر فلوس الكرب وكل ارخص. افضل نظام تمرين العضلة ولا العضلات؟ العضلات. ماشي. افضل من وجهة نظري ولا الزم بها احد، تمام؟ ولكن لو انت شاب تقدر تنزل الجيم 5-6 مرات في الاسبوع، فبعد اذنك انزل، العب عضله واحده في اليوم، اديها حقها، العب زواياها كلها، خصوصا لو انت بتلعب ناتشرال علشان تستفيد الاستفاده الكامله. لو انت بتقدر تنزل الجيم هتلعب عضله واحده في اليوم هيخلصوا في 5 ايام. لو انت بتنزل الجيم 3 ايام في الاسبوع هتلعب بوش بول ليج، وهو النظام الاشهر من وجهه نظري. ما تبصليش. ايوه صح كده. تمام. لان انا مش شايف بصراحه ان انت دلوقتي بتلعب طبيعي، الريكفري مش احسن حاجه، ومع ظروف الشغل والجامعه والكلام ده كله، فنومنا قليل واكلنا قليل. هتيجي تنزل تلعب في يوم واحد كتف وتلعب شيست وتلعب ترايسبس؟ لا، عمرك ما هتدي الكتف عدد الزوايا اللي محتاجها، ولا الشيست ولا الترايسبس. وكمان انت بتشغل مفصل مهم جدا بطريقه متكرره زي الروتيتور كاب، بتشغل الشيست مع الكتف.
فهتلاقي نفسك لعبت عضلات كتير ما اديتهاش حقها. انت لعبتها مرتين بس انت ارهقت نفسك. بس انا من وجهة نظري انك تتمرن 5 ايام في الاسبوع، لو ما تقدرش تنزل 5 تنزل 3، فالعب بوش بول ليج، نزلت 2 هتلعب ابر لور، نزلت يوم 1 في الاسبوع العب فول بودي ورك اوت او كما يقال عليه يعني في زمان كان اسمها جنرال، بس كده. وانت مش نازل سباق مع الزمن، يعني انا النهارده انا لازم انا احقق اللي انا عايزه 3 شهور ما حققتوش طول عمري. انت ما حققتش اي حاجه في عمرك وعايز تحقق، وعايز في 3 شهور بتوع الجيم تعمل كل حاجه، تخس وتزيد وتعمل كل حاجه. شكرا على الطاقه الايجابيه يا كوتش. معلش انا اتعصبت جدا على فكره. اضرار المكملات على اقل من 16 سنه على سن المراهقه، يعني سن المراهقه تمام. كلنا عارفين ان لما بتشتري اي مكمل بيقول لك لا يتم استخدامه لاقل من 18 سنه، صح ولا غلط؟ طب والواي بروتين معمول من ايه؟ مش من لبن؟ لبن. وانت بتشرب لبن من وانت لسه نونة؟ الله يرضى. اتفرجت عليا، لو اتفرج عليا شفت يا جماعه متابعين في كل مكان. هي المشكله هنا مش في اقل من 16 سنه، ان انت غلط انك تدخل المنتجات او الفيتامينات او الكرياتين ايا كان. لا، هم ريحوا نفسهم وقال لك ان سن ال 18 سنه الشاب بيبقى عنده وعي كافي. لما بيبقى عندك 18 سنه انت عندك الوعي الكافي لاستخدام المكملات الغذائيه. انما انت لو عندك 14 15 سنه وانت بتشوف الكوتش بتاعك يقول لك ايه؟ يقول لك استخدم 5 جرام كرياتين. فانت عندك وعي على قدك يعني، فهتقول له ايه 5 جرام؟ طب ما انا لو استخدمت 10 جرام العضلات هتزيد الضعف. فلو استخدمت 20 جرام هنافس 60 جرام في مستر اولمبيا. بس كده. فدي المشكله اللي هي بيفتكروا موريس بيتر عملوا زي اخويا الصغير، كانوا بيديله الدكتور كان بيديله مضاد حيوي 3 سم مرتين في اليوم تمام، وقال له بص حبيبي انا عايز اخرج واتفسح. قال له بص حبيبي هتخلص المضاد الحيوي دي لما تخلص اخرج براحتك. والله روح شربها، والله شربها. فين يا ابني الازازه اللي شربتها؟ يخرب بيتك مضاد حيوي يا ابني فلات كان بطعم الموز شربها. فهو الشركات عارفه ان في ناس كتير اغبياء، فهتقول له 5 جرام بيعملوا 3 كيلو عضلات، هياخد 20 جرام عشان يعمل 12 كيلو. فلا، تقدر تاخد مكملات غذائيه ممكن يبقى عندك 16 سنه وتاخد سكوب بروتين مش علبه بروتين. فانا بس طيب لو سخنت ابدا بالعقله ولا لا؟ حضرتك باصص لي خايفه قوي. لو سخنت هو كده بس، لو سخنت ابدا بالعقله؟ والله طيب. بس هو ممكن يكون هو انا اكيد قصده انت دلوقتي سخنت مفصلك تمام؟ تبدا بالعقله؟ لا غلط، ما تبداش العقله تمام؟ هتسخن العضلات المستهدفه. انا دلوقتي عليا جست تمام؟ فسخن ايه؟ العضلات المستهدفه، اسخن الجست، اسخن الكتف الامامي او الجانب. انا بقول لكم انتوا اللي انا ببص لكم ليه ما انتوا فاهمين؟ عايز احكم تمام؟ اسخن العضلات المستهدفه. فانت تقدر لو سخنت العضله الظهر المستهدفه تقدر تلعب عقله؟ طبعا تقدر تلعب عقله. انت تسخن كويس العضلات، تروح مثلا على جهاز اللات تلعب 4 مجموعات، اول مجموعه 40 عده 20 عده 15، لعبت ال 10 شفت اللات او الظهر عندك سخن جامد قوي، تطلع العقله تتمرن زي ما انت عايز. طيب ازاي احافظ على الاستمراريه ازاي احافظ على الاستمراريه؟ عارفين ليه يا شباب الناس كلها بتروح جيم وبتبطل؟ نقعد ده ايه؟ دي حاجه تمام؟ كويس. اسمك ايه؟ ادم. ادم قال حاجه حلوه جدا. ادم قال ان انت بتنزل جيم بتحقق التارجت بتاعك، خلاص انا حققت التارجت مش هستمر بقى، لا انا اهو بقى خلاص. عامل زي اللي بيشتغل وبيحوش 100,000 جنيه، طبعا الكلام ده مش صح، اسمعني اعتبر انك اشتغلت ب 3000 جنيه في الشهر وحوشت 100,000 جنيه بعد 3 شهور. ماشي؟ انا حوشت 100,000 جنيه اهو، اعمل ايه بقى؟ اصرفه. اروح هنا اكل واروح هنا اشرب واروح هنا اعمل واروح واجيب لبس مش عارف بكام، فصرفتهم هعمل ايه؟ هرجع شحات تاني. فاضطر ان انزل الجيم تاني عشان اعمل عضلات تاني، هي كده. هتنزل الشغل تاني عشان تجيب فلوس تانية. انما لو انت عندك العقلية في الاستمرار، انا دلوقتي عملت شيب كويس. تمام؟
حلو، انا هاخد شيت ميل بدل ما كنت باخدها وجبه في الاسبوع لا اخدها وجبتين، فانا دلوقتي عملت بالانس. زي اللي بينزل اللي حوش ال 100000 جنيه صرف 10 راح مثلا 3 4 ايام الغردقه ورجع، يعمل ايه بقى؟ ينزل الشغل يكمل، وال 100 يبقوا 150 و200 يصرف منهم 20 30 الف. هي كده بالظبط. سبب تاني بيخلينا نقطع من الجيم، لان احنا فاكرين ان الجيم ده رفاهيه. هو رفاهيه، انا قاعد ما بعملش حاجه فانزل الجيم اجري على التريد ميل، ولكن انت ما تعرفش انها من اساسيات الحياه. طب هي ليه من اساسيات الحياه؟ ما هو الجيم مش عضلات بس، الجيم مش سكس باكس، الجيم اللي هيخليك ما يجيلكش اصابات او هيحميك من الاصابات. الجيم انت ايه؟ انت اول ما قلت الجيم وينزل واصابات ايدك عضلات مش كده حتى انا مش شايف. طب ما في ناس بيجيلها اصابات في الجيم. مفيش مشاكل، ده نصيب حضرتك. ما انت ماشيه بالعربيه دلوقتي واخده اليمين ورابطه الحذاء، مش ممكن العربيه تقلب بيكي مقطوره تيجي ما في اقدار مش هنتكلم فيها بقى، جايين تركزوا اقدار والله سليم وزي الفل اهو واتحجزت في الرعايه المركزه اسبوع، هعمل ايه يعني؟ اقول اطلع لهم الكارت؟ لا انا لعيب بقى معلش ما تجيش جنب، لا انا ما يجيليش اصابات، لا تمام. واحد ملك الموت جاء، لا يا عم انت ما تموتنيش يا عم انا صحتي حلوه هموت ليه؟ هدي نفسك، انا بس عايزك تهدي نفسك. طبعا ايوه طبعا حرك براحتك، ربنا يعزك. لو عندي سرعه حرق اعمل ايه في الجيم؟ لو عندك سرعه حرق تعمل ايه؟ هو السؤال كده والله، لو عندي سرعه حرق اعمل ايه في الجيم؟ ماشي. انت جسمك بيحرق بسرعه مش هتعمل حاجه في الجيم، انت هتعمل انت تعمله في الجيم. ايوه زي ما كريم عمرو كده عمل تاكل الاكل ده وقود، كل ما تاكل يا حبيب قلبي مش انت كل ما تاكل اكتر بتدخل اكتر؟ حلو قوي بس كده صح، فانت كل ما تاكل اكتر هتزيد اكتر، ولكن ازاي اوظف الاكل اللي انا بدخله جسمك علشان يفيدك؟ لما اوظفه صح، لما اللي داخل يبقى نظيف، لما الرز يبقى من غير سمنه، لما يبقى المكرونه من غير بشاميل مبقاش ليها طعم. ايه؟ ما هو طبيعي هتعمل، انت عايز كل حاجه، يعني انت عايز تاكل اللي يعجبك، وعايز الجسم اللي يعجبك، وعايز حياتك متفصله على 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 مقاسك، احنا في دنيا ابد عقاب اصلا، يعني مش جايين، يعني اصل مش في الساحل، نام بدري عشان وراك كليه ثاني يوم، هي كده الحياه، مش قصدي، انا قصدي انها كلمه بايخه، نام عشان وراك كليه، نام عشان وراك شغل، نام عشان وراك بلا ازرق، هي دي، فما تعتقدش انك هتاخد كل حاجه. لازم تسيب حاجة عشان تاخد حاجة تانية. حضرتك كنت مشرفنا النهاردة بصراحة. خلاص كده همشي؟ انتوا بتلقصوني يا جماعة. لا والله حضرتك انت لو كنت. قاعدين تاني. قاعدين تاني. تمام. انا هدوس بس لسه شغال. 100 كيلو رايح عليكم معلش. مين؟ أكرموني الله. طب ماشي. حضرتك شرفتنا والله العظيم. بس اللي كلمني قال لي ان هو يدوني 200 جنيه وجبة فأنا خدتها. لا ما تقلقش. الوجبة جوه؟ طب ال 200 جنيه فين؟ طب تحت الوجبة ماشي. جايبة للشباب بقى في السن المراهقة. إيه؟ جايبة للشباب في السن المراهقة. ما أنا لسه بالمراهقة فأنا مش عارف أنا لما أخرج منها ادخل اسمك بقى خليك سالك بقى. خليك سالك. الله أعلم. كلمني خاص عشان ابعتك بقى اضحك على رسائل الصف. نسيت اقول لحضرتك بس ده في يلد وسيرتيفيكت من الجامعه ومن تايتل. ربنا يخليك يا رب. فلوس مش كده يا حبايبي والله. هنا 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 قلت ليه طيب؟ مش مهم انا هبقى هنا ها؟ امسك نفسك على هنا يا جماعه ها هنا.